امرأة كانت تصلي لوحدها وتركت الباب مفتوحاً. انظر ماذا حدث لها، معجزة كبيرة جداً، سبحان الله. والآن لطفاً إذا كنت مسلماً اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركته مع الآخرين، فالدال على الخير كفاعله، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثاني بعد ركن النطق بالشهادة. وقد أمر الله تعالى المسلم بالصلاة في كل أحواله، سواء كان مريضاً أو مسافراً أو صحيحاً أو حاضراً أو يشعر بالأمان أو الخوف، فهي فريضة لا تترك في أي حالة، وإتم تركها عظيم، والعذاب المترتب على ذلك كبير جداً، فلا يجوز للمسلم تركها، وإن لم يؤديها سينال عذاباً شديد. فهي أول فريضة سيحاسب عليها العبد عندما يقف أمام الله ليحاسب على أعماله، حيث يقول العلماء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. ومعروف أن من أكثر الصلوات أجراً بالنسبة للمؤمن هي تلك التي يصليها في ليلة القدر. وفي هذه الليلة المباركة تنزل الملائكة بالرحمة على عباد الله، والقائمين بالليل والتالين لكتاب الله، والمصلين والناس نيام. لذا أرشدنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن فضل القيام في هذه الليلة المباركة، فقال كما جاء في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المرأة التي كانت تظهر في هذه الصورة تواظب على إقامة الصلاة في وقتها، وخاصة في شهر رمضان، لكنها في ليلة 27 من رمضان، والتي يعتبرها الكثير من العلماء أنها ليلة القدر، كانت تقوم تلك الليلة في غرفتها من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر من دون توقف. وقام زوجها بوضع كاميرا في غرفتها لكي يفاجئها فيما بعد. وعندما قام الزوج بمشاهدة التسجيل لاحظ أمراً غريباً جعله في غاية الدهشة. لقد لاحظ بأن الباب كان يفتح بهدوء، وصدع نور منه، وظهر ملك في شكل رجل يرتدي ملابس بيضاء وينبعث منها نور يضيء، لكن وجهه لم يظهر. يقترب من زوجته ويقف عند رأسها وهي ساجدة، ولما رفعت من السجود ووقفت غادر هذا الملك في هدوء تام دون أن تشعر الزوجة بوجوده. وقال بعض الأئمة الذين عرض عليهم الزوج الفيديو أن زوجته امرأة صالحة مؤمنة وكانت تذكر الله عز وجل، وهو ما جعل الله تعالى يرسل لها من السماء ملكا يصلي ويسلم عليها، لأنه كما هو معروف في ليلة القدر تتنزل الملائكة مع سيدنا جبريل عليه السلام، وليس فيهم ملكا إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين، فلا تبقى بقعة في الأرض إلا وعليها ملك قائم أو ساجد يدعو للمؤمنين والمؤمنات. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وأيضا كانت هناك سيدة تسافر إلى بعض البلدان الإفريقية، وذلك لأنها كانت تعمل سفينة لهذه البلدان، وكانت تنتقل من مكان إلى آخر داخل إفريقيا. وفي إحدى البلدان جاء وقت الصلاة وكانت غير موجودة في المكان المخصص لصلاتها، ولكنها قد تعودت على أن تصلي كل فرد في وقته ولا تترك الصلاة لأي ظرف من الظروف.
فلم يكن شيء يمنعها عن ذلك. فكانت عندما تواجه أي ظرف في توقيتات الصلاة كانت تقوم بالتصرف فوراً للخروج من هذه الظروف، وذلك نظراً لأنها سيدة وليس رجلاً، فكانت تقابل ظروفاً صعبة للغاية وأكثر من ظروف الرجال، ولكن كانت تقوم بحل تلك الظروف لكي تقوم بالصلاة في وقتها. وفي ذلك اليوم كانت في الشارع فقالت: ولماذا لا أبحث عن زاوية وأقيم فيها صلاتي؟ وبالفعل ظلت تبحث عن زاوية في الشارع حتى وجدت زاوية في مكان هادئ جدا، فقالت: لقد وجدته، وقامت بالصلاة في تلك الزاوية التي كانت في الشارع. ولكن وقع شيء غريب جدا لم تتوقعه على الإطلاق ولم يتوقعه أحد أبدا، فكانت عينيها مغلقة في الصلاة، وعندما فتحت عينيها وجدت أسدا يقف أمامها على بعد 10 أمتار فقط. فانزعجت السيدة جدا من ذلك الأسد، ولكنها قالت: يجب أن أستكمل صلاتي أولا، وإذا حدث شيء وهجم عليها الأسد فإنها تكون قد عرفت مكانها تماما في الآخرة. ولكن كانت في كل بضع ثوان تنظر إلى الأسد لكي تشاهد ماذا يفعل، ولكن الأسد كان يقترب منها رويدا رويدا، وهي تتمسك أكثر بصلاتها وتصرخ في داخلها إلى الله سبحانه وتعالى لكي ينقذها من ذلك الأسد، وسلمت نفسها لله سبحانه وتعالى أن يفعل بها ما يريد خيرا كان أم شرا، لأنه في النهاية سيكون خيرا عند الله في الآخرة مهما كانت النتيجة في الدنيا. ولكن عند انتهائها من الصلاة كان الأسد قد اقترب منها جدا، ولكن قبل أن يهجم عليها إذا بشاب قام بإطلاق الرصاص عليه حتى خاف الأسد وترك السيدة وهرب من المكان. وعندما سألته السيدة: كيف فعلت هذا في الوقت المناسب؟ قال لها الشاب: أنا رأيتك تبحثين عن شيء في كل مكان فوقفت أنظر إليك حتى أعرف عن ماذا تبحثين، وبعد ذلك فهمت أنك كنت تبحثين عن مكان للصلاة فيه. فقلت في نفسي: إن هذه السيدة تبحث عن مكان للصلاة في الشارع وأنا شاب ولا أقوم بالصلاة على الإطلاق. وحزنت بداخلي على نفسي وعلى حالي، فقلت: ولما لا أغير من نفسي؟ وأثناء تفكيري شاهدت الأسد يقف أمامك، فقمت مسرعا إلى البيت لأنه قريب من هنا وأحضرت سلاحي. وعند رجوعي كان الأسد قد اقترب منك جدا، فقمت بإطلاق الرصاص عليه لكي يتركه ويهرب. والآن أنا سعيد لأن الله جعلني سببا في إنقاذك، والذي كان بالطبع يريده الله سبحانه وتعالى. فقالت له السيدة: نحن الاثنين استخدمنا الله في إنقاذ كل واحد منا للآخر، فأنت أنقذتني برصاص سلاحك، وأنا أنقذتك برجوعك إلى الله وهدايتك إلى طريق المستقيم. وما هذا إلا ترتيب من الله سبحانه وتعالى حتى يحدث كل ما حدث اليوم. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. شكرا لكم على المشاهدة.